السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. يخبرني أحد الإخوة يقول حصل بيني وبين زوجتي نقاش كذا واشتد النقاش فرفعت صوتها علي وكأنها أساءت الأدب وأغضبتني، يقول ما رديت عليها ورحت المجلس في آخر البيت وأخذت أقرأ سورة البقرة، يقول والله ما كدت أن أنتهي من السورة إلا وزوجتي تدخل علي مع الباب ومعها عصير أو شيء من ذلك، وهي تقبل رأسي وتقول أبو فلان سامحني أنا تراني مضغوطة من العمل والبيت وكذا وتراني أخطيت عليك وسامحني. يقول تبسمت وقلت في نفسي سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وأخرى ابتليت بالسحر فسبحان الله يعني لقيت ما لقيت من الأذى وأخذت تراجع في الرقاه وكذا ومن هنا ومن يعني أصبحت في عذاب وعناء، وكأنها سبحان الله هديت بعد ذلك إلى قراءة سورة البقرة واستمرت عليها تقرأها كل ليلة تقرأ سورة البقرة كاملة. تقول والله وفي ليلة من ليالي بعد وده يعني شهر شهرين أكثر أقل يعني بعد فترة، تقول وأنا في المنام رأيت وكأن يعني شبح أو رجل أسود ضخم في غرفة النوم أراه بعيني في المنام، تقول فقمت إليه وإذا به يصغر 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 حتى صار مثل القزم، تقول فصرت أدوسه بأقدامي أدوسه وهو يتكسر ويتفتفت حتى صار مثل الرمل وتلاشى، تقول واستيقظت وأنا واقفة في وسط الغرفة، تقول وأنا واقفة في وسط الغرفة وأضرب بأقدامي، تقول قمت وأنا يعني على هذه الحركة. تقول وبعدها سبحان الله من الله علي بالشفاء، والله ما عدت أشعر بشيء ولا أجد شيء مما كنت أجده في تلك الأيام، وهذا من بركة سورة البقرة. طبعا هذه القصص وغيرها نحن نستأنس بها، لكن الأصل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. أخذها بركة، بركة هنا نكرة والنكرة تفيد العموم، يعني بركة في الأهل في الصحة في المال في الولد في الرزق في سعة الصدر في حسن الخلق، قل ما شئت وسمي ما شئت فإنها بركة، بركة من الله لعباده. فالله الله إذا رأيت هذا المقطع أو سمعت هذا المقطع أو هذا الفيديو فحاول أن تلزم نفسك من هذه الليلة بأن تقرأ سورة البقرة كل ليلة في بيتك، تقرأها كل ليلة، وحتى المرأة تقرأها في بيتها كل ليلة، ما تأخذ ترى 40 أو 45 دقيقة. بالله عليكم كم 45 دقيقة نضيع في اليوم في يعني حاجات يعني أقل ما يعني نقول عنها أنها مباحات. فإن الشيطان سيفر من بيتك، وإذا فر الشيطان حلت البركة، فإن الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبب في جميع المشاكل الأسرية وعقوق الوالدين والنكد والضيق والهم والغم والقلق والخوف، كلها أمراض وساوس شيطانية. فإذا لزمت هذه السورة المباركة فر الشيطان من بيتك ونزلت عليك البركة، ونسأل الله أن يحفظني وإياكم من كل سوء مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.